ماري كوري واحدة من أبرز الشخصيات في تاريخ العلم. كانت عالمة بولندية فرنسية اشتهرت بأبحاثها الرائدة في مجال الإشعاع. ولدت في وارسو وانتقلت إلى فرنسا حيث استكملت دراستها وبدأت أبحاثها العلمية. ماري كوري وزوجها بيير كوري اكتشفا عنصري البولونيوم والراديوم، مما أسس لعلم الفيزياء النووية. كانت ماري كوري أول امرأة تفوز بجائزة نوبل، والوحيدة التي فازت بها مرتين في مجالين علميين مختلفين، الفيزياء والكيمياء. على الرغم من إنجازاتها العظيمة، كانت حياة ماري كوري مليئة بالتحديات، بما في ذلك وفاة زوجها بيير كوري في حادث في عام 1906، مما تركها وحيدة لرعاية طفليهما ومواصلة أبحاثهما. استمرت ماري في عملها بشغف، مما أدى إلى تقدم كبير في فهمنا للإشعاع. توفيت ماري كوري في الرابع من يوليو عام 1934 عن عمر يناهز 66 عاماً، من مضاعفات فقر الدم اللاتناسجي، وهو مرض يعتقد أنه ناجم عن التعرض المطول للإشعاع خلال فترة عملها. تذكر ماري كوري اليوم كرائدة في مجال العلوم، مثال للتفاني في البحث العلمي والإصرار على التغلب على العقبات.